بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. القصة التي أود أن أذكرها في هذا المجلس البهيج المبارك وهو مجلس فرح، وهي لي الشاعر الأديب الألمعي النابغة الفطن الأصمعي. وتعلمون بأن الأصمعي كان دائما حينما يحضر مجلسا فإنه يبحث عن الاستفادة والاستزادة من شعراء العرب. وفي إحدى المرات كان في وليمة عند أحد خلفاء المسلمين، وكان يجلس بجانب الأصمعي رجل أعرابي. فلما وضع الطعام كان هذا الأعرابي يأكل بشراهة ونهم، وكان السمن يسيل على لحيته. تقزز الأصمعي من صنع هذا الأعرابي، فقال الأصمعي بيتا شعريا لهذا الأعرابي، فقال له: كأنك أثلة في أرض هش أتاها وابل من بعد رش، كأنك أثلة في أرض هش أتاها وابل من بعد رش. فنظر إليه الأعرابي وقال مجيبا إياه: كأنك بعرة في استكبش مدلات وذاك الكبش يمشي. فغضب الأصمعي وقال: يا أعرابي، أتقول الشعر؟ فقال: كيف لا أقوله وأنا أمه وأبوه. وكانت قد غلقت أبواب شهية الأصمعي. يقول: ففكرت في أصعب قافية في الشعر، فوجدت أنها الواو الساكنة المفتوح ما قبلها. فقلت: يا أعرابي، ائتني ببيت آخره واو ساكنة مفتوح ما قبلها. فقال الأعرابي: قوم بنجد عهدتهم سقاهم الله من النو. فقال: نو ماذا؟ فقال الأعرابي: نو تلألأ في دجى ليلة مظلمة حالكة اللو. فقال الأصمعي: لو ماذا؟ يريد أن يعجزه، يعني كما تنقلوا بغي وصلوا حتى الأخر. فقال الأعرابي: لو مشى فيها فارس لانثنى على انبساط الأرض منطو. فقال: منطو ماذا؟ فقال: منطوي سريع كشح هضم الحشا كالباز قد انقض من الجو. قال: ما الجو؟ قال: جو الأرض قد شم جو الريح فعلو. قال: فعلو ماذا؟ قال: فعلو لما عيل من صبره فصار نحو القوم ينعو. قال: ينعو ماذا؟ قال: ينعو رجالا للقنا شرعة كفيت ما لا قو ولا قو. قال: ما لا قو؟ قال: إن كنت لا تفهم قولي فأنت عندي رجل بو. فقال: ما البو؟ قال: البو سلخ قد كسى جلده ألف قرنان تقوم أو. قال: أو ماذا؟ قال: أو أضرب رأسك بصوانة تقول في ضربتها قو. يقول الأصمعي: فخشيت أن أقول قو ماذا فيأخذ الصوانة ويضربني بها لأنه أكل الطعام كله.